We would like to thank all the contributors who are engaging with us and having their say on the various social media pages of Dubai Plan 2021. We are now moving from community to family, which is the heart of any society. يعني أنا ما أتمناه في أن الأسرة الإماراتية تظل محافظة على قيمها الإماراتية الرصينة. الوسطية هي يعني ما نبتقي أن تزرع الوسطية وتغرسها في نفوس أبنائنا وبناتنا. وهذه الوسطية علمتنا بأننا يعني بأن يعني الآخر نتقبل رأيه بشكل رحب ولا يعني نكون في قلو على الإطلاق. ثانيا نحن بحاجة إلى أن اليوم الأسرة الإماراتية تغرس في أبنائها عدم الاتكالية. How can we as families achieve these ambitions and plant these values so we can gain benefits in the future?